نواصل تقديم هذه النشرة من الفضائية التشادية. قامت اليوم جمعية المصباح بغرث 200 شتلة أمام المركز الصحي بقرية بئر بركة التابعة لمقاطعة الدبابة بإقليم حجر لميس، وتأتي هذه المبادرة ضمن أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة بهدف المحافظة على البيئة والتصدي للزحف الصحراوي. عبد الله هارون والتفاصيل. إيمانا منهم بتلبية نداء السلطات العليا حول مكافحة الزحف الصحراوي والمحافظة على البيئة من عجل جعل تشاد ساحة خضراء، لذا قامت جمعية المصباح بغرز 200 من الشتلات أمام المركز الصحي بقرية بربركة التابعة لمقاطعة دبابة بإقليم حجر لميس، وتدخل هذه المبادرة ضمن أنشطة الأسبوع الوطني للأشجار. هذا وقد رحب ممثل أبناء بربركة بأعضاء الجمعية على اختيارهم لهذه القرية، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء الجمعية وذلك حفاظا على البيئة والاهتمام بغرز الشتلات تصديا للزحف الصحراوي. أما منسق جمعية المصباح فقد شكر أبناء بربركة لاستقبالهم الحار، وأكد بقوله إن الأسبوع الوطني الذي نظمته الحكومة كل عام يعد فرصة سانحة لزرع الأشجار وحمايتها. قد أطلقت السلطات العليا في البلاد الأسبوع الوطني للأشجار لتشجيع كل تشادي وتشادية على غرز على الأقل شجرة واحدة والحفاظ عليها حتى تكون شجرة طيبة. لذلك سنغرز معكم اليوم 200 شجرة في قرية بير بركة، وسنقوم بتوعية السكان من أجل حماية الأشجار والبيئة. ومن أجل خدمة الشعب نطلب من الحكومة والشركاء والعاملين في مجال الإنساني وفي مجال التنمية مساندة جمعية المصباح لتنفيذ مشاريعها التي تنصب في صالح الشعب التشادي عامة والطبقات الضعيفة خاصة. بدوره ممثل محافظ دقنة آدم موسى ثمن جحود الجمعية على العمل الذي قامت به، وهذا يعد دورا مهما في حياة الإنسان، وحس أبناء هذه المنطقة بضرورة المحافظة على هذه الشتلات حتى تكون أشجارا يستظل بها الجميع.